غيرك ما يهوى، انت اول واخر.
جدي حتى ندور حتى يتقاد جدي ونولد نور بايون الناس بايون الناس وما كان باس. عماد الدراج صوت شاب قادم بقوة للساحة الفنية وهو خريج مسابقة ستوديو دوزان. بكل توفيق عماد. أستاذ ريان، كيف ما كنعرفوا ان التقليد هو شيء شائع يعني في الميدان الفني، وكنقصد به يعني الفنان كيغني ريبرتوار فنان اخر، وهذا التقليد هو مساله عاديه وممكن ان اي واحد يعمله، ولكن عنده ايجابيات وسلبيات. بغينا نعرفوا حدود الايجابي والسلبي في هذه المساله. لما الانسان كيقلد احيانا داك الشيء اللي كيقلد كيولي احسن من الشيء اللي كيغني هو ديالو. علاش؟ ربما لان اللحن ما موافقش المقام الطبقه الصوتيه ديالو، وربما لان اللحن اللي غناه في تقليد معروف قبل من اللحن ديالو هو، والحاجه اللي ما كتكون مسموعه ومعاوده الانسان كيصغلها اكثر. جديد خصو يعاود ثلاثه اربعه النوات عاد كيمكن الانسان يستوعبه. نعم، ما حدو كيكون جديد هو شويه، ولكن نعم. والفنان الذكي هو اللي كيقدر يزوج ما بين التقليد والابداع الشخصي. وحنا كنعرفوا ان السي عبد المنعم كان غنى الفنان عبد الحليم في حضوره، ذكرنا بهذه الواقعه. الله يرحمه، تلاقيت معاه في كان في السبعينات، تلاقيت مع عبد الوهاب وعم كلثوم، كادو كلهم غنيت قدامهم. كلثوم ولا عبد الحليم حافظ غنيت